هذا تسجيل وين أنه يهدر على شنقريحة، هذا اللي راهو يدعي باللي راهو يدافع على شنقريحة ويدافع على قية الأركان ويدافع على وزارة الدفاع وإلى غير ذلك. اسمعوا، ها أفتحونا ملفات على الجنرال شنقريحة هذا اللي كان قائد الناحية العسكرية الثالثة، وش كان داير في في بشار، وشكون اللي كان يبيع الشراب البيرة والويسكي والريكار في بشار. لكن سمعوا، أنا نقول لكم شكون، الملفات موجودة، وليده هو اللي حاكم المونوبول تاع الشراب في الناحية العسكرية الثالثة. بشار ما كانش يشرب قرعة تاع بيرة لو كان ما يستنيلوش وليد شنقريحة. ها اسمعوا بالأذن تاعكم، والآن راهو قائد القوات البرية. وما نتكلموش، سنعطيكم واحد القضية اللي راهم يخدموا في القطاع العسكري، قطاع الصحة العسكرية عرفوها. كاين واحد الطبيبة اسمها هي بروفيسور، طبيبة بروفيسور في أمراض السكر، اسمها البروفيسور نهار، هي عقيد برتبة عقيد، تخدم معها بنت شنقريحة، طبيبة جون في صغيرة تخدم معها. دارت غلطة هذه الطبيبة بنت شنقريحة، تخدم في المستشفى العسكري عين النعجة، دارت غلطة، عاقبتها بالهضرة برك، لامتها وزعفت عليها البروفيسور شيف سيرفيس، رئيسة مصلحة الأمراض، أمراض السكر، اللي هي البروفيسور نهار، راهي فاتحة كلينيك بريفي دوكا، خرجوها طردوها، زعفت عليها، وش يدير لها شنقريحة؟ طفلة عيطت لباباها، بابا راهي البروفيسور الفلانية راهي زعفت عليا وبهدلتني وكذا وكذا. وبيا عيط المدير المستشفى قال له دوك نسكر لك رب المستشفى تاعك، يعني على الراسه تاع والديكم يطحاحنا، بنتي تبكوها، شكون هذه اللي بكاتها؟ قال له ودي ما على باليش، حوسوا لي على قسامها اللي بكات بنتي. قال حوسوا عليها، لقاوها البروفيسور نهار عقيد كولونيل عقيد، قال لهم حبسوا ربها برا خرجي. كورونيل كولونيل بالال مشي بالار، سمعت الجدور يلي تعرف العسكر.